مرحبا بكم في هذه الفقرة. سوف نمر إلى الدالة الزوجية والفردية فونكسيون بير و امبير. الدالة الزوجية هي فونكسيون بير والفردية هي فونكسيون امبير. دابا فيما كتعلق بالدالة الزوجية، الدالة الزوجية إلا تحققوا لك واحد الشروط، كدير لي شرط أول. ها هو شرط أول، لكل إكس من دال إف كينتمي لدال إف خاصة تكون عندك ناقص إكس كتنتمي لدال إف، يعني خاصهم يكونوا أعداد سالبين مقابلين تاهم، خاصهم ينتميو لدال إف. والشرط الثاني إذا ما كان عندك الشرط الأول، الشرط الثاني بلا ما تدوز لي، الشرط الثاني إف دو ناقص إكس كتساوي إف دو إكس. هذا هو الشرط ديال الدالة الزوجية. نقول دابا الدالة الفردية، الدالة الفردية الشرط ديالها الشرط الأول بحال لكل إكس كينتمي لدال إف عندنا ناقص إكس خاصها تنتمي تاهي لدال إف. الشرط الثاني هو إف تاع ناقص إكس خاصها تساوي ناقص إف دو إكس. ها هو الشرط الثاني، ها هو الشرط الثاني متفاهمين دابا في هاد جوج شروط. هاد الشروط بغيتكم تحفظوهم. هاد جوج شروط بغيتكم تحفظوهم، هادي إف ديال ناقص إكس عفوا، هاد جوج شروط بغيتكم تحفظوهم. دابا نكملو، دابا الدالة، دابا الدالة منحنى الدالة، نديرو منحنى الدالة الزوجية، منحنى الدالة الزوجية. بعض المرات الدالة كيقولك أنشئ الدالة، مثلا عطاك ميجر نفسيه، كيقولك أنشئ واحد، كيعطيك فالدالة دير الدالة مثلا انت كترسم فولو على ليني اي كترسم الدالة كيقولك استنتج بيان استنتج منحنى الدالة كدا كدا. اش كتقول؟ بما ان الدالة الزوجية فإن منحنى مماثل بالنسبة لمحور آتي أو أصل المعلم. المهم هادشي شدو مع التمارين، غنخدم معاكم التمارين تاع هادشي. شوف كاين شي واحد دابا غيفهمني على هاد الهضرة. دابا شدو هادشي كتبو ورقو حفظوه، ملي نوصل للتمارين ديك الساعة نذكركم بيه. منحنى الدالة الزوجية يكون متماثل بالنسبة لمحور الأراتيب. عقلوا ليا، ومنحنى الدالة الفردية يكون مماثل بالنسبة لأصل المعلم. بحال دابا خدو هذا، بغينا المماثل تاعو، هاو هذا المماثل تاعنا بالنسبة لأصل المعلم. اش كدير؟ كتشد هاد النقطة هادي وفصول، كتشد هادي كتحطها هنا، كتشد هاد النقطة هادي كتعاود تحطها هنا وكتعاود تسقطها على هادي وكتسقط على هادي. فاهمين دابا في هاد؟ فاهم. واحد ملحوظة بغيت نقولها لكم، في الدالة الزوجية إكس كي كتكون منحنى الدالة الزوجية. شوفوا المنحنى ديال الدالة الزوجية قلنا متماثل بالنسبة لمحور الأراتيب، هنا محور الأراتيب هاو هاو بحال متماثل، تكون متماثل كتشد هذا وكتشد هذا. ألوغ مناش كتسنج، تسنجو إلا كانت الدالة الزوجية إف دو إكس موجب، يعني بحال كان عندك منحنى الدالة الزوجية، قلت أنشئ منحنى الدالة الزوجية بحال خدينا كانت عندك النقطة أ، كتساوي مثلا إكس إيكغي، خديتي النقطة باش تنشأ واحد المنحنى ديال السي، ملي غتنشأ سي هادي خديتها باش تنشأ واحد المنحنى السي، ملي غتنشأ واحد السي بريم، ها النقطة لي غتاخد أ، أوفسو كيدير سالب ناقص إكس، والأرتو موجب، يعني غيبقى إيكغي، متفقين دابا في هادي، هادي أ بريم. باش نشوف السبريم منحنى الدالة الزوجية، ندوزو للدالة الفردية. الدالة الفردية مثلا كانت عندك أ إكس إيكغي كينتمي للسي، وانت باغي ترسم السبريم، أش غدير؟ غتولي أ بريم
اش كاين نفس مول اكس سالب ناقص اكس ادو اكس سالب غتولي ناقص اي نتامي سي بريم هاي 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 شوف هاي ناقص اكس هاي ناقص اي هاي اكس ما تكاش اكس كانت ناقص واحد هاي ناقص اي هي واحد هاي شوف اكس سالب اي شي سالب هاي اكس سالب واي سالب هاي اكس سالب هاي هي اكس سالب اف اكس سالب هاي ناقص اي فمتعرف هذا الفاتي ولا لا بحال دابا بحال دابا بهذا المفهوم هذا هادي بغيت نسبها يعني بهذه النقطة يعني اف بهذه النقطة هادي يعني اف دو اكس تساوي اي وهذه النقطة هادي يعني اف ديال ناقص اكس كتساوي ناقص اي و راه اي راه هي اف دو اكس يعني اف دو ناقص اكس كتساوي ناقص اف دو اكس بهذا المفهوم هادي وهذا بهذا المفهوم تاع هذا شنو هي المفهوم تاعها يعني f دو x تساوي y واش كاين المفهوم تاعها يعني f تاع ناقص x كتساوي y كتساوي y اللي هي جابي دابا هادشي انت غتفهمو غادي دراس الدالة عمومتو معقلو على هادشي عقلو على هادشي بحال هكا بحال هكا عندكم شريط بحال هكا عندكم السي السي كان عندكم نقط كان عندكم نقطة ا خديتو نقط باش ترسمو منحنى باش ترسمو الحالة كانت عندك دالة زوجية و ترسمو الحالة المقابل تاعو بالنسبة لي بالنسبة للمحور الأراشي إكس كترد ناقص إكس وي كتخلى هي هي يعني أفصول كترد مقابل وي كتبقى هي هي ماشي بحال الدالة ماشي بحال الدالة الدالة الفردية الدالة الفردية إكس كرد المقابل تاعو وي تاعو كنوليه المقابل تاعو واش فاهمين في هاد القضية كيلا غير دابا مفهومة لي زعما مغتبان لي انت راه تبان لكم جات جات ديك الساعه حتى الدرس حتى الدرس حتى ليميت غنديرو ليميت وغنديرو الشقاق حتى دراس الداله عاد غتبان لك عاد حتى غتلمح ليها مو معاق مو انا قلت لكم عقلوا ليها لحقاش دراس الداله غنرجع ليها مو كون هاني دراس الداله غنرجع ليها تافقين دابا فين تافقين دابا بصح دابا عقلوا عليه هادي وهادي هاد الخاصيات عقلوا عليه مهمين دابا ندوزو دابا ندوزو الرتابة وزوجية الدالة الرتابة وزوجية الدالة كاين غير يمكنش الرتابة وزوجية الدالة مثلا كانت عندك دالة تزايدية على واحد المجال ناخذ مثلا سمحوا لي ناخذ مثلا اي مجال ضمن ار بلس دي دو اف تقاطع ار بلس ضمن دي دو اف تقاطع المجال الموجب اي بريم مماثله بالنسبه للصفر مماثله بالنسبه للصفر لحقاش هاد اي هاد اي كيكون في اصول كيكون في الرتوم مجموعة التعريف شي مجموعة التعريف مجموعة التعريف هي مجموعة العناصر التي لها صورة بالدالة يعني هي قيم اكس يعني اكس ليش كتشامل كتشامل محور الافاصيل انا راح اقول شي اي ديما كيكون في محور الافاصيل تابع اي دابا هو المعنى مثلا خديت هاد النقطة شي مو ماشي تابع بالنسبة للصفر راه هي النقطة هي ناقص واحد هادشي كنقولو مماثل بالنسبة للصفر مكنقولوش مماثل بالنسبة للمحور الأراشي متافقين دابا في هادو متافقين كاين غير كيفاش دابا إما جا دبنا المجال الموجب بغينا الممثل تاعو بالنسبة بغينا الممثل تاعو تا دابا كتعرف الدالة الفردية المجموعة التعريف عفوا المجموعة التعريف هي قيم إكس هي قيم إكس ياك هي قيم إكس ياك دابا عندك دالة عندك مثلا دالة تزيد على واحد المجال كي غتكون على المجال الاخر غتكون اما تزايدي ولا تناقصي كيف غنشوف حنا دابا ولكن المجال الاخر شكون باش كيبتاز واش بالاكس تبدل باف دو اكس المجموعة التالية تاعو
que já se ouve X, que já se ouve X, مجموعة الشركة تاع المجال الآخر. ماشي اللي كان مجموعة الشركة تاع عالم وواحد بلس لافيني، هذا المجال تاعو غيكون ناقص واحد بلس موالافيني، عفوا. جابطين جابطين، دابا هذا بعد كان واحد بلس لافيني، هذا تاعو غيكون ناقص واحد موالافيني، موالافيني موالافيني ناقص واحد. بحال كان هذا المجال جوج بلس لافيني هو تاعو، هو ناقص جوج موالافيني، يعني موالافيني ناقص جوج. جابطين دابا الا كانت، دابا الا كانت اف داله تزايديه على المجال اي، على المجال اي، على المجال اي، وكانت دا وكانت داله وكانت داله زوجيه، اذا الداله غتولي تناقصيه، عفوا تناقصيه على اي بريم. بهذا المفهوم الدالة، عقلوا لهاي الدالة الزوجية تعكس الرتابة، تعكس الرتابة كتعكسها. بينما الد إذا كانت دالة هادو، إذا كانت دالة تزايدية على إي هذه اف داله تزايدية على اي و داله زوجيه، اف داله و اف هذه و اف داله زوجيه، نديرو هذه و اف داله فرديه، اذا هذه اذا اف داله غتكون تناقصيه بصفه عامه، يعني الداله الزوجيه كتعكس الراتبه، كتعكسها. ان داله التزايد يعني او اف داله فرديه، يعني 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 كتكون، يعني انا تكون اف، اذا اف داله تزايديه على اي بريم، يعني الداله الفرديه، الداله الفرديه تحافظ على الرتابه. عقلوا ليها، عقلوا ليها. انا نشرح لكم كيفاش، انا نحاول نشرح لكم كيفاش. دابا ناخذ واحد الجدول، جدول بسيط، جدول الاشاره، جدول التغيرات بسيط، ناخذ جدول الاشاره، جدول التغيرات بسيط، واحد جدول التغيرات هاو اكس اف دو اكس. مثلا خديت هنا واحد، هنا الداله التزايديه وكانت الداله فرديه، هنا من موان لانفيني من واحد بيس لانفيني كتكون الداله فرديه كتعكس الرتابه، إذا غتكون تناقصية. تعرف هادي، هادي فيما كيتعلق بالدالة الزوجية، التزايد غتكون بهاكا. دابا فيما كيتعلق بالدالة الفردية، دابا هادي هادي فيما كيتعلق بالدالة الزوجية، دابا فيما كيتعلق بالدالة الفردية، كان عندك جدول بهاكا، إكس، إف دو إكس، كان عندك مثلا هنا واحد. عفوا سمحوا لي، كان عندكم هنا واحد، كان عندكم هنا موان لافيني، هنا بليس لافيني، كانت دالة تزايدية بحق في المجال الآخر كيشكون تزايدية أيضا، عوض تزايدية تزايدية كتشركهم تزايدية، وكدير هنا صورة واحد اللي هي إف دو واحد. متفقين دابا، عوض تزايدية تزايدية كنديرو ليهم تزايدية نقطة وحدة، بحال حنا اللي مكنديروش تزايدية نقطة وحدة. هي هي لما كانت الداله ما عرفاش بواحد، كانت بحق بحق ما عرفاش بواحد، والداله التزايديه تزايديه ما عرفاش بواحد، هي كانت ما عرفاش بواحد، يعني ما غدوش، يعني ما غدوش مع حدا واحد، يعني غدوز، يعني غطلع حتى لعند واحد، وعاوتاني عاوتاني شوف، يعني غطلع حتى لعند واحد على اليمين على اليسر، وعاوتاني من واحد على اليمين غطلع، فهمي؟ المهم وهي ما غدوش من عند واحد. متفقين دابا فين؟ متفقين. دابا سمحوا لي، دابا كيقول لك بالمرض نهار الوطن ونهار الفرد، والسيد كيعطيك كيقول لك
كيقول لك حدد دي دو اف. السؤال الاول كتحدد لي دي دو اف، السؤال الثاني كيقول لك ادرس زوجية الدالة، كدرس لي زوجية الدالة. السؤال الثالث تحدد لي مجموعة الدراسة الدالة هي دي دو او، هي دي دو او. انا نكتب لكم لدراسة دالة زوجية او فردية يكفي دراسة تغيراتها على دي دو اف تقاطع ار بلس. كتاخد ديما المجال الموجب، حيت المجال السالب قليل فيك ياخدو، لحقاش كيلقاو مع بعض مرات المشاكل، بعض المرات كيلقاو مشاكل. ثم استنتاج تغيراتها على المجال دي دو اف تقاطع ار موان. مثلا نعطيك مثال، الدالة دراستي على المجال زيرو بليس واحد بليس لام عند المجال ار كامل، كانت هاد الدالة الزوجية. غتقول بما ان اف دالة زوجية فان دي دو او يكفي انه يكفي دراسته على المجال صفر بليس لام فين، ومنه فان دي دو او تساوي صفر بليس لام فين. درس لي درس لي الراتب، خرجت لك تزايدية وعندك الدالة الزوجية. غتقول بما ان الدالة اف دالة زوجية والتزايد على المجال صفر بليس لام فيدي، فإنها تناقص على المجال المؤلف فيه صفر، لأن الدالة الزوجية كتعكس الراتب. ولا كانت الدالة الفردية غدير بما أن إيه دالة فردية ودالة تزايدي على المجال صفر بليس لام فيدي، فإنها تزايدي أيضا على المجال المؤلف فيه صفر، لأنها تحافظ على الراتب. متفقين في هذا الشيء؟ هذه هي مجموعة دراسة الدالة، يعني ديت د دو او كتساوي د دو اف تقاطع ار بلس. متفقين دابا في هادي؟ متفقين؟ عقلوا على هادي، هادي شي كتحطها الوطن وكتحطها وسط نهار الفرن. دابا غندير بعض الامثله. دابا سمحوا لي مثلا طيب بعض التمارين. سمحوا لي دول الكوست، عقلوا على الكوست داله زوجيه والسين داله فرديه، لحقاش كوس ديال ناقص اكس كيفتو في حساب المثلثي راه هي كوس اكس. الو كوس دالة زوجية وسين ناقص اكس راه كيساوي ناقص سين اكس. الو السينيس دالة فردية، دالة فردية والكوس دالة زوجية. تافقين؟ عقلوا على هادشي. بالفرق دابا دابا لانتربريتاسيون جيومتريك والتأويل الهندسي، التأويل الهندسي ديال الدالة الفردية. اش قلنا الدالة في مرحلة الدالة الفردية يكون متماثلا بالنسبة لأصل المعلم. بالفرونسي لوريجين دو ريبير، لوريجين دو ريبير اي لو سونتر دو سيمتريك دو لا كورب سي دو اف. ولا كانت اف دالة زوجية شنو كنقولو؟ منحنى يكون متماثلا بالنسبة لمحور الأراتيب. اش غتقول؟ إلا كانت اف دالة فردية، دالة زوجية عفوا، فإن لاكس دوردوني، ألوغ لاكس دوردوني إي لاكس دو سيمتريك دو لا كورب سي دو لا كورب اف، ولا دو سي دو اف. ولا كانت اف دالة زوجية ولا فردية؟ يكفي اختصار المجال على يكفي اختصار المجال، يكفي اختصار المجال على المجال صفر بليس لام فيني. يعني بهذا المفهوم، يعني دي دو اللي درت معاكم دابا، يعني سي اف بير و ان بير و ان بير اون بو ريدويت ليتود دو اف سور لانترفاس دي دو اف
تعطوه اف بلس متفقين يعني الا كانت اف زاد زوجي ولا فرديه يكفي اختصار دراسه داله على المجال اف بلس تقاطع دي دو اف. عوا حنا ما ندرسو على المجال كامل ندرسو على مجال واحد هي بنت مفهوم هي الو هي بنت مفهوم يعني تقدر يعني تقدر تختصر المجال يعني اون بو ريدوي ليتود يعني نقدر ليتود يعني ليتود هي دي دو او دومين ديتود. ماش كيقول لك يقول السؤال الثالث كيقول لك ديتيرميني دومين ديتود دو لا فونكسيون. اش كتقول puisque f fonction pair ou impair alors on peut réduire l'étude sur l'intervalle كذا مثلا مثلا عندك الداله زوجه عندك مثلا المجال ار كامل اش كتقول كتقول puisque f fonction pair alors on peut réduire l'intervalle on peut réduire l'étude le domaine d'étude ou là on peut réduire l'étude sur l'intervalle 0 plus l'infini d'où d de e tout c'est oui d de e le domaine d'étude c'est oui 0 plus l'infini what's it jumping demande pas mettre le bar un petit là dites-le f de x ou c'est oui x كاري ناقص x قلت لك هل الداله زوجي ولا فردي اش غتقول غتقول لدينا د دو اف تساوي ار لانها داله حدوديه ولدينا لكل x كينتمي د دو اف عندنا ناقص x كينتمي د دو اف لحقاش x لكان x كيساوي كينتمي ار ناقص x هو كينتمي ار عطيكم مثال إذا كان واحد كينتمي ار ناقص واحد كينتمي ار ولا كينتمي ار إذا كان ناقص واحد كينتمي ار ناقص ناقص واحد كينتمي ار ولا بحال مثلا كان ناقص واحد كينتمي ار الو ناقص ناقص واحد واش كينتمي ار ولا لا اللي هو واحد واش كينتمي د اف ولا اللي هو ار ولا لا وي كينتمي ولا كان واحد كينتمي د اف اللي هو ار مقابل تاعو اللي هو ناقص واحد كينتمي د دو اف ولا اللي هو ار ولا كيتجاب مثلا كان واحد ناقص واحد كينتمي د دو اف المقابل تاعو حتى هو يتمي د دو اف هذا المفهوم. واش غدير الشرط الثاني الشرط الثاني اش غتقول حساب اف دو ناقص اكس غتقول عندك اف دو ناقص اكس تساوي جوج ناقص اكس الكل او كاري ناقص ناقص اكس شنو غتساوي هي جوج اكس كاري زائد x هادو واش كتساوي f دو x ولا كتساوي ناقص f دو x تخالف f دو x وكتخالف عاوتاني ناقص f دو x ومن f ليست بدالة زوجية وفردية وليست بدالة فردية متفقين دابا فين متفقين دابا ندوزو لمثال اخر عطانا اف دو اكس تساوي اكس اس ثلاثة ناقص اكس اش غتقول عندك دي دو اف تساوي ار لانها حدوديه ونقول لدينا لكل اكس كينتمي دي دو اف ناقص اكس هي غتنتمي دي دو اف عندك اف دو ناقص اكس تساوي شنو غتساوي غتساوي هي جوج ناقص اكس الكل والثلاثة ناقص ناقص x هي ناقص جوج x والثلاثة زائد x نقدر نعملو بناقص هي تولي ناقص جوج x والثلاثة ناقص x هي ناقص f دو x هاي
علاش عملنا بناقص حيتاش عندنا هنا جوج اكس اس 3 هاي ومنه اف داله دابا اف داله فرديه ومنه اف داله فرديه فاهمين دابا في هاد المثال فاهمين دابا في هاد المثال دابا نعطي مثال اخر اف دو اكس تساوي اكس على اكس او كاري زائد 4 اش غادير عندنا د دو اف اكس تنتمي ل د دو اف تكافئ ان اكس او كاري زائد 4 تخالف 0 تكافئ ان اكس وكاري تخالف ناقص 4 هذا شرط محقق محقق لان لكل اكس من د دو اف عندنا اكس وكاري اكبر من الصفر عندنا اكس وكاري موجب دائما موجب دائما موجب هذا شرط محقق ما انه شرط محقق فان اكس وكاري اكبر من الصفر شرط ايه ففي دابا جاطي هذه اكس زائد 4 عفوا جاطي الوغ دي دو اف في هذه الحاله هي ا ملي لقينا دي دو اف شنقولو عندنا لكل اكس كينتمي لدي دو اف ناقص اكس كينتمي لدي دو اف هنا ما كديرش توكيف كدير استلزام وعندك اف دو ناقص اكس هكا تساوي ها سوا هي ناقص اكس على ناقص اكس الكل او كاري زائد 4 هي ناقص اكس علاش على اكس او كاري زائد 4 هي ناقص اف دو اكس ومنه اف دالة فردية صافي نكمل زعما نخدم معاكم واحد الدالة الزوجة الفردية مثلا عطاك اف دو اكس تساوي اكس او كاري تساوي اكس او كاري زائد القيمة المطلقة لإكس عفوا القيمة المطلقة ديال ناقص إكس تساوي القيمة المطلقة ل إكس كيف شنو قويلة ألوغ غتحسب غتقول عندك ديال عندك إف دو إكس شنو هي مجموعة التعريف تاعها هي إر لحقاش كاين أي نقطة خد أي نقطة تلقى الصورة تاعها لحقاش كاين مطلق مجموعة التعريف تاعها حتى هي إر ألوغ ديال إف هي إر تافقين ماشي لحقاش حدودية ماشي حدودية تافقين إش كتساوي حدودية إلا كانت حدودية رفعية حدودية ولكن القيمة المطلقة تاع إكس إلا كانت ناقص إكس هاديك الساعة تقول إكس أو كاري ناقص إكس كتسمى دالة حدودية القيمة المطلقة تاع إكس إلا كانت إكس غتقول إكس أو كاري زائد إكس هاد الساعة حدودية ألوغ في كلتا الحالتين دالة كتبقى حدودية كتبقى حدودية دالة إف كتساوي أش كتكتب لكل إكس كينتمي لدالة إف عندنا سيدي ناقص إكس كينتمي لدالة إف وعندك إف ديال ناقص إكس شحال كتساوي هي ناقص إكس او كاري زائد القيمة المطلقة تاع ناقص اكس هي اكس او كاري زائد القيمة المطلقة تاع اكس كتساوي اف دو اكس اذا اف دالة زوجية صافي هكذا صافي ساليت الدالة الزوجية سالينا هاد المثال شافني دابا فيه دوز المثال اخر عطاك اف دو اكس تساوي x او كاري زائد واحد على x اش تقول عندنا x تنتمي لدي دو اف تكافئ ان x تخالف صفر الوغ شنو هي مجموعة التعريف هي r اطوال يعني هي r محروم من الصفر يعني هي موالاة فيني صفر خارج اتحاد صفر بليس لانفيني هادي دي دو اف اذا اش تقول تقول لي كل اكس كينتمي لدي دو اف شرط الاول عندنا ناقص اكس كينتمي لدي دو اف علاش لحقاش الا كان اكس كيساوي واحد ناقص اكس شنو هي ناقص واحد كينتمي لدي دو اف مثلا ندير مثلا نعطيك موالا فيني ناقص واحد اتحاد زيرو بليس لانفيني واش هادي ديال بحال هاد المجموعة تاعي واش هادي ديال الزوجية
لا ماشي ديال اللب، ماشي ديال الزوج، ماشي ديال الفرد، عرفتي علاش؟ حيتاش واحد كيتجاب الدي دو اف ومقابل تا راه ما كينتميش الدي دو اف، الوغ هادي الا خرج من واحد تالت بحال هكا هادي ماشي ديال الزوجية وماشي ديال الفردية. واش فاهمين دابا؟ فاهمين دابا. الا عوضت اكس بواحد مقابل تاعو كيتجاب الدي دو اف في كلتا الحالتين غتلقى العبارة عندك صحيحة. العبارة تي شغدير؟ غدير بحسب اف ديال ناقص اكس شحال كتساوي؟ هي ناقص اكس او كاري زائد واحد على ناقص اكس، هي اكس او كاري زائد واحد على ناقص اكس، هي ناقص اكس او كاري زائد واحد على اكس شحال كتساوي؟ ناقص اف دو اكس. الو اف دالة فردية، متفقين دابا في الدول الفردية والدالة الزوجية.